جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ناخذ اتصال الاخ ابو محمد من الرياض، تفضل اخي ابو محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بخير، نحبك في الله يا شيخ صالح وان كذلك يا اخ عبد الكريم. الله يحفظك ويطول بعمرك ان شاء الله. السؤال الاول، الله يحفظكم جميعا، صليت مره من المرات صلاه العشاء في احد مساجد الرياض، وعندما اتقدم اعتقد انه مؤذن وقرأ الفاتحه وبدأ وشرع في قراءة صورة من صور القرآن، أقبل شخص من المحراب، جامع كبير، أقبل شخص من جهة المحراب، فلما رآه الإمام رجع إلى الخلف وترك الإمامة للشخص هذا، هل هذا التصرف صحيح؟ طيب. والسؤال الثاني، لو لحظة 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 يجاوب الشيخ على السؤال. تفضل. تفضل يا شيخ صالح. شيخ صالح؟ نعم. سمعت السؤال الله يحفظك. ماذا يقول؟ طيب أعد السؤال مرة ثانية الله يحفظك وارفع صوتك يا أخي. طيب، مرة من المرات صليت صلاة العشاء في أحد مساجد الرياض في جامع مشهور، وعندما تقدم شخص أعتقد أنه المؤذن وقرأ الفاتحة ثم شرع في صورة بعد الفاتحة، أتى شخص من جهة المحراب وعندما رآه الإمام رجع إلى الخلف وترك الإمامة له، أعتقد أنه الإمام، فهل هذا التصرف صحيح؟ طيب جزاكم الله خير. يقول صلى العشاء في مسجد مشهور يا شيخ، وعندما تقدم المؤذن لإمامة المصلين وقرأ الفاتحة وسورة بعدها، أتى شخص من جهة المحراب ويبدو أنه الإمام الرسمي، فرجع هذا المؤذن وتقدم هذا الداخل يا شيخ، هل هذا العمل صحيح؟ أعيد السؤال. يقول بأنه صلى العشاء في أحد المساجد يا شيخ، وعندما تقدم المؤذن بعد أن أقيمت الصلاة، تقدم المؤذن وقرأ الفاتحة ثم أتى شخص من جهة المحراب يبدو أنه الإمام الرسمي، فرجع المؤذن مرة ثانية وأما المصلين الذي دخل من المحراب. إذا كان هذا الذي جاء وتقدم وتأخر المؤذن إذا كان هو الإمام الرسمي فلا بأس بذلك، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. فقام أبو بكر صلي بالناس، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأبو بكر يبلغ عنه، فدل هذا على أنه لا بأس إذا حضر الإمام في أثناء الصلاة أن يدخل في الإمامة، فإما أن يتأخر الإمام ويكون معموما، وإما أن يبقى ويبلغ عن الإمام إذا كان صوته لا يبلغ الناس. نعم. أحسن الله إليكم.